السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده المحاضره هتبقى ان شاء الله على تشابتر جديد، وهو الاندكتنس اند كاباسيتنس ميجرمنت. الاول قبل ما نشوف الطرق اللي بنقيس بيها قيمه كاباسيتنس او قيمه اندكتنس، المفروض نعرف هو الكاباسيتور من جوه عباره عن ايه، او الاندكتور من جوه عباره عن ايه، او بمعنى تاني الايكوفالنت سيركت بتاعته. طيب انتوا لما كنتوا بتتعاملوا مع اي كاباسيتور كنتوا بترسموه، ده كان السيمبل بتاعه، كنتوا بتقولوا قيمة الكاباستنس زي اكس، سي اكس مايكرو فاراد او بيكو فاراد، او زي ما الكاباستور اللي كان معاكو بتبقى قيمته، بس في النهاية اليونت بتاعته بالفاراد. لكن لو احنا بصينا كده على الايكوفالنت سيركت اللي مرسومة، هنلاقي انه في قيمة الكاباستنس اللي هي السي بي، وداخل معانا كمان قيمة مقاومة، وهنعرف ايه المقاومة اللي داخلة معانا في الايكوفالنت سيركت بتاعة الكاباستور دي. اول حاجه السي بي هي عباره عن الاكتوال كاباسيتنس فاليو. طب الار بي دي عباره عن ايه؟ احنا عارفين انه اي كاباستور هو عباره عن تو بليتس وما بينهم داي الكتريك. المقاومه بقى بتاعه الداي الكتريك دي، تمام، بعبر عنها بالار بي. يبقى عندنا حاجتين هيبقوا موجودين بشكل اساسي في اي ايكوفالنت سيركت لاي كاباستور، الاكتوال كاباسيتنس فاليو دي عباره عن السي بي، والمقاومه بتاعه الداي الكتريك دي عباره عن الار بي. البي دي رمزة ترمز لي البارلل، عشان احنا عاملين المقاومة والكباستور بارلل، فده بس البي دي اختصار لبارلل ايكوفالنت سيركت. طيب لو بصينا هنا هلاقي انه انا كاتبه انه دي عباره او بيسموها ليكج ريزيستنس، يعني هي مقاومه الداي الكتريك في نفس الوقت بيسموها ليكج ريزيستنس. طيب لو انا قلت لك انه الماده العازله دي الداي الكتريك ده بيمر فيه تيار، هل من الافضل انه التيار اللي يمر في الداي الكتريك ده يبقى صغير ولا كبير؟ لا طبعا يبقى صغير، لانه بيسموه ليكج كارنت، فانا عايزه الليكج كارنت ده يبقى اقل ما يمكن. طيب بما انه المقاومه بتتناسب عكسي مع التيار، يبقى المفروض ان مقاومه الداي الكتريك دي تكون ايه؟ تكون اكبر ما يمكن، تمام. يبقى كل ما كانت مقاومه الداي الكتريك كانت كبيره، كل ما كان التيار اللي بيمر فيها او ليكج كارنت بتاعها ده كان صغير جدا، كل ما بالنسبه لي الكاباستور ده كان افضل، وبيسموه بيور، او في الحاله دي بتبقى الكاباستور بتاعه هو بيور كاباستنس، لانه المقاومه ما بيمرش فيها تيار تقريبا، والمقاومه بتبقى كبيره جدا، فبعتبرها كانها اوبن سيركت. طيب على العكس بقى، لو اتعاملنا مع حاجه بيسموها اللوسي كاباستور، اللوسي كاباستور ده بتبقى مقاومه الداي الكتريك بتاعته المقاومه بتاعه الداي الكتريك بتاعته كبيره جدا، سوري المقاومه بتاعه الداي الكتريك بتاعته صغيره، وبالتالي الليكج كارنت بيبقى كبير. يبقى تاني اللوسي كاباستور ده مقاومه الداي الكتريك بتبقى صغيره، الليكج كارنت بيبقى كبير، وده طبعا مش احسن حاجه، بالعكس ده بيبقى اسوأ حاجه، وبيسموه لوسي كاباستور لانه في فقد كبير نتيجه ان المقاومه بتاعه الداي الكتريك بتاعته مقاومتها صغيره. طب هل ده موجود؟ يعني هل النوعين دول ممكن نلاقي لهم امثله؟ او المثال الاولاني الالكتروليتيك كاباستور، وده هتلاقي انه ليكج كارنت فيه بيبقى كبير، وبياخدوه في رينج سيفرال مايكرو امبيرز. في الحقيقه هو صحيح التيار بالمايكرو امبيرز، بس لما نرجع ان ده تيار بيمر في داي الكتريك، فبالنسبه لنا ده تيار كبير جدا. يبقى عندنا الالكتروليتيك كاباستور ده التيار بيبقى او ليكج كارنت بيبقى كبير، وبالتالي نقدر نقول ان المقاومه بتاعه الداي الكتريك بتاعته بتبقى صغيره، تمام. طيب عندنا نوع تاني من الكاباستور بيبقى اسمه بلاستيك فيلم كاباستور، وده الليكج كارنت بتاعه بيبقى صغير جدا، وده افضل حاجه. هلاقي ان المقاومه بتاعه الداي الكتريك كبيره جدا، هتلاقوها از هاي از 100,000 ميجا اوم، ودي طبعا مقاومه كبيره جدا، وده بيبقى افضل طبعا من الالكتروليتيك كاباستور، لانه الليكج كارنت بتاعي بيبقى صغير جدا. وبالتالي لما اجي اقول ان في باور ديسيبيشن في الكاباستور، فتبقى الباور ديسيبيشن بتاعتي في البلاستيك فيلم صغيره جدا، لكن الباور ديسيبيشن في الالكتروليتيك كاباستور بتبقى كبيره جدا، وده طبعا حاجه مش كويسه جدا. طيب يبقى عرفنا انه عندنا اي ايكوفالنت سيركت لاي كاباستور هيبقى عندنا حاجتين بشكل اساسي، قيمه الكاباستنس نفسها اللي هي الاكتوال كاباستنس فاليو، وعندنا قيمه مقاومه الداي الكتريك اللي بيسموها ليكج ريزيستنس. وعرفنا ان عندنا هنلاقي حاجتين او هنلاقي نوعين، نوع البيور كاباستنس وده المقاومه بتاعه الداي الكتريك بتاعته بتبقى كبيره جدا، وبالتالي الليكج كارنت بتاعي بيبقى صغير جدا،
عندنا نوع تاني اسمه اللوسي كاباستور، ودي المقاومة بتاعة الداي الكتريك بتاعتي بتبقى صغيرة، وبالتالي الليكج كورنت بيبقى كبير. وعرفنا انه في عندنا امثلة لكل نوع منهم. المثال الاولاني الالكتروليتيك كاباستور، وده الليكج كورنت اللي فيه بيبقى كبير جدا، وبالتالي المقاومة بتبقى صغيرة. وعرفنا انه التيار بيبقى سيفرال مايكرو امبيرز، وده طبعا بالنسبة للتيار بيمر في الداي الكتريك بيبقى تيار كبير. عرفنا ان في نوع تاني اللي هو البلاستيك فيلم كاباستور، وده الليكج كارنت بتاعه بيبقى صغير جدا، وبالتالي المقاومه بتاعه الداي الكتريك بتاعته بتبقى كبيره، وقلنا ان هي اكبر من 100,000 ميجا اوم، وطبعا دي مقاومه كبيره. طيب خلينا نتنقل للسلايد اللي بعديها. وفي السلايد دي احنا هنلاقي انه مش بيتعاملوا بس بالبارل ايكوفالنت سيركت، لا، في بارل ايكوفالنت سيركت للكاباستور وفي سيريز ايكوفالنت سيركت. زي ما عرفنا ان احنا عندنا نوعين من الكاباستور، نوع مقاومه الداي الكتريك بتاعته بتبقى كبيره، ونوع مقاومه الداي الكتريك بتاعته بتبقى صغيره. فلو اتعاملنا مع الكاباستور اللي مقاومه الداي الكتريك بتاعته بتبقى صغيره، فهنلاقي انه من الافضل انه يتعمل له ريبريزنتيشن ب ببارل ايكوفالنت سيركت. لكن لما نتعامل مع الكاباستور اللي مقاومه الداي الكتريك بتاعته كبيره، بنلاقي انه من الافضل ان احنا نمثله ب سيريز ايكوفالنت سيركت. يبقى عندنا شكلين او للايكوفالنت سيركت، تو ايكوفالنت سيركت للكاباستور، السيريز والبارل. امتى بتعامل بالبارل وامتى بتعامل بالسيريز؟ زي ما احنا عندنا نوعين من الكاباستور، نوع بيبقى مقاومه الداي الكتريك بتاعته كبيره، ونوع مقاومه الداي الكتريك بتاعته صغيره. فالنوع اللي مقاومه الداي الكتريك بتاعته بتبقى صغيره، فبيبقى من الافضل ان انا امثله او اعبر عنه ب بارل ايكوفالنت سيركت. النوع التاني اللي بيبقى مقاومه الداي الكتريك بتاعته كبيره، بيبقى من الافضل ان انا امثله ب سيريز ايكوفالنت سيركت. وخلينا متفقين ان سواء عملت او مثلت الكاباستور بتاعي ب سيريز او بارل ايكوفالنت سيركت، في النهايه لازم طبعا انا هنا هقدر اقول انه دي امبيدنس، لانه انا عندي مقاومه وكاباستور. فلما اجي اتعامل مع الامبيدنس هقول ان الامبيدنس اللي طالعه لي من السيريز ايكوفالنت سيركت لو انا سميتها زد اس، لازم تساوي الامبيدنس من البارل ايكوفالنت سيركت اللي انا هسميها زد بي، والاس نسبه للسيريز والبي نسبه للبارل. بقول الكلام ده ليه؟ لانه اوقات بيبقى عندي القيم بتاعه الايكوفالنت سيركت بس في السيريز كسيريز ايكوفالنت سيركت، وبيبقى محتاج ان انا اعمل او امثل الكاباستور بتاعي من الافضل مثلا بالنسبه لي ان انا امثله بالبارل ايكوفالنت سيركت. فلو انا عندي السي اس والار اس وعايزه احولهم للسي بي والار بي، لازم ده يبقى متاح ويبقى معروف ان انا لو عندي كومبوننت بتعبر عن الكاباستور بي السيريز ايكوفالنت سيركت، وانا محتاج مثلا بيبقى اسهل لي في الشغل ان انا اتعامل بالبارل ايكوفالنت سيركت، يبقى لازم اعرف ازاي احول من سيريز ايكوفالنت سيركت لبارل ايكوفالنت سيركت. يبقى تاني لو هو مديني سي اس والار اس وبيقول لي ده الكومبوننت بتاعت السيريز ايكوفالنت سيركت، ومطلوب منك انك تحولها لي الكومبوننت بالبارل ايكوفالنت سيركت، لان دي الطريقه دي هي بالنسبه لي اسهل في التعامل، او انا عايزه اشتغل بالبارل ايكوفالنت سيركت. فيبقى لازم يبقى معروف ازاي احول من السيريز للبارل. طيب خلينا متفقين على حاجه، انه سواء اشتغلت بالسيريز ايكوفالنت سيركت او مثلت الكاباستور بالسيريز ايكوفالنت سيركت او بالبارل ايكوفالنت سيركت، لازم في النهايه الامبيدنس بتاعه السيريز لازم تساوي الامبيدنس بتاعه البارل. بقول الكلام ده ليه؟ لانه السلايد اللي بعديها هنا هنتعرف ازاي يبقى عندي كومبوننت في السيريز ايكوفالنت سيركت وازاي احولها للبارل ايكوفالنت سيركت. يعني يبقى عندي الار اس ويبقى عندي السي اس، وازاي احولها واجيب منها السي بي والار بي. طيب خلينا نبتدي الاول ب لو انا حبيت اجيب الامبيدنس في السيريز ايكوفالنت سيركت وسميتها سيريز امبيدنس واديتها رمز الزد اس، وقلنا الاس دي نسبه للسيريز، هلاقي ان هي بتساوي ار اس ناقص جي اكس اس. طيب ايه الاكس دي يا دكتور؟ احنا عارفين فاكرين لما كنتوا بتاخدوا حتى في السيركت كنتوا بتاخدوا اسمها الاكس سي، اللي هي 1 على 2 باي اف اف سي، هي دي اللي نقصدها. بس انا سميتها نسبه للسيريز هنا سميتها اكس اس، ونسبه للبارل هنا هسميها اكس بي. فيبقى عندي 1 على 2 باي 1 على 2 باي اف اف سي او 1 على اوميجا سي، واحنا عارفين ان الاوميجا هي 2 باي اف، تمام؟ فده المقصود ايه الاكس اس اللي احنا كاتبينها دي. طيب لو انا عايزه اجيب الزد بي، الزد بي عارفين ان هي بتساوي 1 على الواي بي، والواي بي دي الكوندكتنس. طب هي الواي بي بتساوي ايه؟ بتساوي 1 على ار بي زائد جي 1 على اكس بي. انا خدت 1 على ار بي وسميتها جي بي،
واخدت واحد على اكس بي وسميتها البي بي. تمام. طيب مطلوب مني اعمل ايه؟ مطلوب مني في النهايه انا عندي ار اس واكس اس، ومطلوب مني اجيب في الاخر الار بي والاكس بي. تمام. وطبعا عندي الاكس بي اقدر اجيب منها السي بي. طيب الامبيدنس بقى بتاعه اوف ايتش سيركت زي ما قلنا ان لازم تبقى متساويه، يعني لما اجي اقول الزد اس لازم تساوي الزد بي. طب ما هي الزد بي قلنا واحد على الواي بي، فيبقى الزد اس عندنا بتساوي واحد على الواي بي. طيب انا هنا سويت الاثنين ببعض، جبت القيمه بتاعه الزد اس وجبت القيمه بتاعه الواي بي وسويت الاثنين ببعض. طيب انا عايزه مين؟ انا عايزه البارل، فجبت البارل في طرف وباقي والسيريز في طرف تاني. طيب انا عايزه اخلص الايكويشن دي رياضيا، هضرب في الكونجكت بتاعي بتاع المقام، فهتبقى لما اضرب في الكونجكت هتبقى دي النتيجه. وطبعا ده رياضه مش محتاجه انه الواحد يدخل بيها في التفصيل احنا عملنا ايه، بس عشان الناس اللي هتسال الجي في الجي يا جماعه هي الجي سكوير، الجي سكوير بماينس 1، فماينس 1 وماينس هنا هتعمل لي البوزيتيف اللي قدامنا دي. تمام. وبرده لو في حاجه في الـ في الـ في الجزئيه دي ارجعوا لي. طب انا كده جبت الجي بي وجبت البي بي في طرف وجبت بقيه الترمات في طرف، هنلاقي ان انا عندي جزء ريل وجزء ايماجينري، هنا جزء ريل وجزء ايماجينري. فانا لو سويت الريل الطرفين ببعض بس الجزء الريل بالجزء الريل وسويت الجزء الايماجينري بالجزء الايماجينري اقدر اجيب الجي بي واقدر اجيب البي بي. تمام. طب يعني انا لو وزعت الجزء الريل والجزء الايماجينري هجيبه ازاي؟ وزع البسط ده على المقام كله. تمام. يعني هتبقى ار اس على ار اس سكوير زائد اكس اس اكس اس سكوير زائد جي في اكس اس على ار اس سكوير زائد اكس اس سكوير. يبقى كده انا قسمت المعادله بتاعتي الجزء الريل والجزء الايماجينري. لو سويت الجزء الريل بتاع الطرفين اقدر اجيب الجي بي زي ما انا عملت هنا، سويت الريل تيرمز فالجي بي هتبقى ار اس على ار اس سكوير زائد اكس اس سكوير. سويت ومنها قدرت اجيب الجي بي، احنا عارفين ان هي عباره عن واحد على ار بي، لسه كنا عاملينها من شويه اهي، احنا شلنا كل واحد على ار بي وحطينا مكانها الجي بي. فانا لما ارجع هنا اشيل كل الجي بي واحط مكانها واحد على ار بي هتبقى دي الار بي. طب لما اساوي الايماجينري تيرمز هقدر اجيب البي بي. طب ما احنا عارفين ان البي بي هي واحد على اكس بي فاقدر اجيب الاكس بي. طبعا الاكس بي هي واحد على 2 باي اف في سي بي فاقدر اجيب السي بي لو انا عايزه اجيب السي بي. تمام كده. طيب اللي هنتعرف عنه بقى حاجه تانية تخص الكاباسيتور وهو الدي فاكتور. الدي فاكتور ده دي حاجه بيقيسوا بيها الكواليتي بتاعه الكاباسيتور. طيب الكواليتي بتاعت الكاباستور لما اجي اقيسها هيبقى بالنسبه لي الكاباستور كل ما كان احسن انه يبقى احسن يبقى ايه؟ انه يبقى احسن انه بيبقى بيور كاباستنس. تمام. ويبقى ما فيش، يبقى ريزيستنس بتاعتي عاليه جدا ويبقى ما فيش ليكج كورنت. طب ما احنا يا دكتور من شويه كنت قلت لنا انه عندنا نوعين من الكاباستور، نوع بيسموه البيور كاباستنس ونوع بيسموه اللوسي كاباستور. البيور كاباستنس ده مقاومه الداي الكتريك بتاعته قلنا ان هي بتبقى كبيره جدا وبالتالي ليكج كورنت بيبقى صغير. طب لو انا قلت لك بقى الباور ديسيبيشن، انا عايز احسب الباور ديسيبيشن. اي باور ديسيبيشن هي اي سكوير في الار، فطالما بقول انه التيار بتاعي صغير جدا او الليكج كرنت بتاعي صغير فيبقى الباور ديسيبيشن دي هتبقى صغيره جدا تكاد تكون زيرو. تمام. طيب على العكس اللوسي كاباستور، اللوسي كاباستور ده مقاومه الداي الكتريك بتاعته بتبقى صغيره وبالتالي الليكج كرنت بتاعي بيبقى كبير، فلما اقول ان الليكج كرنت كبير يبقى الباور ديسيبيشن هتبقى كبيره. تمام. طب الدي فاكتور ده بيعمل ايه؟ بيقيس لي الكواليتي بتاعه الكاباستور، بيقول لي الكاباستور ده كويس ولا وحش. تمام. هو بيور كاباستنس اقدر اقول انه ده بيور كاباستنس ولا اقدر اقول ان ده لوسي كاباستور؟ طب بتتحسب ازاي؟ بصوا يا شباب ادي الايكويشن بتاعته، هي عباره عن اكس بي على ار بي. لو بصينا هنلاقي واحد على اوميجا سي بي دي الاكس بي وفي الار بي. تمام. طبعا هتبقى كل ما كانت القيمه بتاعت الدي اصغر كل ما كان الكاباستور بالنسبه لي كان احسن. بس القيمه بالظبط هتبقى بتساوي كام؟ دي معتمده على الفريكوانسي، لانه احنا عندنا اهو الاوميجا، كل ما اتغيرت الاوميجا كل ما الدي فاكتور ده اتغير. تمام. لكن طبعا هيبقى افضل، هتلاقي ان الدي فاكتور بتاعتي لو حبينا نقول رينج ليها هتلاقي ان هي من 1/10 الكتروليتيك كاباستور واقل من 10^-4 للبلاستيك فيلم كاباستور. تاني بقول ان هي معتمده على الفريكوانسي، لكن طبعا كل ما كانت القيمه بتاعتها اصغر كل ما كان الكواليتي بتاعت الكاباستور كان احسن، وده تاني معتمد على قيمه الفريكوانسي. تمام. طيب لو بصينا احنا جبناها بدلاله البارلل كومبوننت هنا،
طب لو انا عايزه اجيبها دكتور بدلاله السيريس كومبوننت، لو عايزه اجيبها بدلاله السيريس كومبوننت هتبقى بالمنظر ده. خد بالك عشان هي هنا اكس بي على ار بي بار الكومبوننت، لكن بالسيريس كومبوننت هي عباره عن ار اس على اكس اس. تمام. طيب عرفنا ازاي نحسب الدي فاكتور، وقلنا ان هي بتعبر عن الكواليتي بتاعت الكاباستور وتبقى ليها علاقه بالباور ديسيبيشن. فكل ما كانت الباور ديسيبيشن اصغر كل ما كان الكاباستور بتاعي بيور كاباستنس، لانه هيبقى الليكج كارنت اقل تبقى المقاومه بتاع الالكتريك اكبر، وده هيبقى افضل حاجه. لكن لو كل ما كانت الباور ديسيبيشن اكبر كل ما كان الليكج كارنت اكبر، كل ما كانت المقاومه بتاعت الداي الكتريك اصغر، كل ما ده كان بالنسبه لي لوسي كاباستور وده كان اسوا حاجه. طب لو خدنا اكزامبل، وفي الاكزامبل ده بيقول لي انه انا في النون سيركت ولقى ان الكاباستور 5000 مايكرو فراد ان سيريز ويز 8 كيلو اوم ريزيستور هاوين ميجرد ات فريكوانسي اوف 1 كيلو هرتز. طيب وبيقول لي ان التيرمينال ريزيستنس، يعني هو السيركت اللي هو مش عارفها دي، قاس التيرمينال ريزيستنس بتاعتها ولقى انه بالاوميتر ولقى ان هي قيمتها 134 كيلو اوم. يبقى هو عنده النون ريزيستنس بتتصرف ولا كانها كاباستور قيمته 5000 مايكرو فراد ان سيريز واز 8 كيلو اوم. طب هو بيقول انه كمان قاس المقاومه او التيرمينال ريزيستنس بتاعتها لقاها 134 كيلو اوم. هو مش عارف السيركت دي عباره عن ايه. طيب هو بيقول لي بقى احسبي الاكشوال سيركت كومبوننت والميثود اوف كونكشن ازاي هقدر اوصلها. دي الاكتوال سيركت، خلي بالك، لان احنا بنقول انه في سيركت عندنا مش عارفين هي ايه، بس كانها بتتصرف او كانها بيتخيل ان هي عباره عن او شبيهه بتصرف دايره عباره عن كاباستور قيمته 5000 مايكرو فراد ان سيريز ويز ريزيستنس قيمتها 8 كيلو اوم. تمام. هو مش عارف الاكتوال سيركت كومبوننت دي عباره عن ايه، هو بيقول بس انه قاس قيمه المقاومه التيرمينال ريزيستنس بتاعه السيركت دي لقاها 134 كيلو اوم. عايز يعرف السيركت دي الاكتوال كومبوننت بتاعتها ايه وايه طريقه التوصيل المناسبه ليها. طيب خلينا نقول ان احنا هنتصرف على انها كاباستور ومعاها سيريز ريزيستنس، فدي كانها سيريز ايكويفالنت سيركت. طيب انا عندي الاكس اس وعندي الار اس. الاكس اس لو حبيت اجيبها هي 1 على 2 باي اف اف سي، عندي طبعا السي هو مديها لي 5000 مايكرو فراد، قدرت اجيب الاكس اس. الار اس اللي هو مديهاني هي 8 كيلو اوم. طيب اجيب الار بي الاول، لان انا مش عارفه اصلا هي السيركت بالنسبه لي الار اس دي 8 كيلو اوم، لكن هو بيقول لي ان هو قاس المقاومه او التيرمينال ريزيستنس لقاها 134 كيلو اوم. فطبعا المقاومه اللي هو قاسها دي بعيد عن ال 8 كيلو اوم اللي هو مديهاني جيفن، على انها بيقول انه ممكن تكون شبيهه بالدايره او شبيهه في تصرفها، الدايره اللي مش معروفه دي في تصرفها شبه دايره عباره عن كاباستور قيمته كذا ومقاومه قيمتها كذا. فانا عايزه اوصل هي التركيب بتاع الدايره دي عباره عن ايه. انا ما عنديش غير يا اما سيريز ايكوفالنت سيركت يا اما بارل ايكوفالنت سيركت. بالنسبه لي كده القيم بتاعه السيريز ايكوفالنت سيركت 8 كيلو اوم لل 134 كيلو اوم اللي هو قايسها، لا طبعا بعيده جدا. طب ما اشوف البارل، لان انا عايزه اوصل السيركت دي توصيلتها الصحيحه بتاعتها هي عباره عن ايه. طب ما اجيب البارل، لان انا ما عنديش غير نوعين بس للتوصيل، يا اما سيريز يا اما بارل. فلما جبت البارل احنا عارفين ازاي نحول من سيريز لايه لبارل، لسه واخدينها من شويه وطلعنا التو ايكويشنز بتوعنا. فهلاقي انه الار بي لو عايزه اجيبها دي الايكويشن بتاعتها، عندي الار اس وعندي الاكس اس، اقدر اعوض لقيتها كام 134 كيلو. هي كده القيمه اللي بتاعت البارل ريزيستنس اللي انت جايباها نفس القيمه اللي هو قاسها وقال ان دي التيرمينال ريزيستنس بتاعتي. فيبقى عندي الار بي هي عباره عن 134 كيلو اوم. الاكس بي بقى اللي انا عايزه اجيبها، طب قدرت اعوض بالايكويشن اللي احنا لسه جايبينها من شويه، لقيتها 33.8 كيلو اوم. طب انا عايزه السي بي، اقدر اجيب السي بي هي 1 على 2 باي اف في اكس بي، اقدر اجيب السي بي بتاعتي طلعت كام 5000 مايكرو فراد. يبقى قيمه الكاباستنس تقريبا بتساوي 5000 مايكرو فراد، يبقى نفس قيمه الكاباستنس اللي هو قال لي عليها تمام اللي هي 5000 مايكرو فراد، لكن المقاومه اللي هو اسهل اهم 134 كيلو اوم، لكن المقاومه اللي كان بيقول انه الدايره في تصرفها شبه كاباستور ان سيريز مع مقاومه، لا طبعا ما ينفعش يبقى الكاباستور ده سيريز مع المقاومه، ويبقى الميجرد ريزيستنس بتاعتي 134 كيلو اوم، لانه لو سيريز مع المقاومه طبيعي مش هتبقى 134 كيلو اوم، وهقول لك ليه دلوقتي. فيبقى اقرب توصيله للسيركت دي ان هي تبقى عباره عن كاباستور قيمته 5000 مايكرو فراد ان بارلل ويز 134 كيلو اوم ريزيستورز. طيب
لو انا بقى بتكلم على سيريز ايكويفالنت سيركت او سيريز كونكتد ريزيستنس، يبقى المفروض كانت التيرمينال ريزيستنس اللي انا بقيسها كانت تبقى اكبر من ال 134 كيلو. تمام. طب ليه يا دكتور اكبر من 134 كيلو؟ تعالى نرجع. بص هنا احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا انه السيريز ايكوفالنت سيركت بنتعامل بيها او بيستخدموها في توصيل لما يكون الكباستور بتاعي، او بعبر بيها عن الكباستور بتاعي لما تكون مقاومه الضي الكتريك بتاعتي كبير، صح؟ فاذا كان الاكشوال سيركت بتاعتي المقاومه بتاعه البارلل بتاعتها 134 كيلو اوم، يبقى اكيد في السيريز هتبقى المقاومه اكبر بكتير من ال 134 كيلو اوم. تمام. يبقى عرفنا انه من خلال الاكزامبل اللي احنا شرحناه، تمام، ان انا كان مديني دايره بيقول لي شبيهه في تصرفها بكباستور ان سيريز ويز ريزيستنس، بس هو مديني حاجه قدرت اعرف منها اذا كانت التوصيله دي صح ولا غلط، انه مديني التيرمينال ريزيستنس، بيقول لي التيرمينال ريزيستنس اللي اسها هي 134 كيلو اوم، وانا عارف انه نوع الشكلين بتوع الايكوفالنت سيركت بتوع اي كباستور هي عباره عن سيريز او بارالل. فلما جيت اشوف القيم بتاعه البارالل لقيت انه المقاومه اللي جبتها في البارالل هي مطابقه لقيمه التيرمينال ريزيستنس اللي هو اسها، قدرت بكده اقول انه السيركت اللي المفروض تتوصل وتبقى هي الانون سيركت يعني بتاعتي هي عباره عن كاباستور ان بارالل ويز ال 134 كيلو اوم ريزيستور. لكن لو انا عايزه السيريز كونكتد ريزيستنس سيركت سوري، يبقى المفروض ان التيرمينال ريزيستنس بتاعتي كانت تبقى اكبر بكتير من ال 134 كيلو. تمام. يبقى عرفنا من خلال المحاضره النهارده انه ازاي يا شباب الكباستور بتاعي من جوه عباره عن ايه كايكوفالنت سيركت. عرفنا ان في عندنا نوعين من الكباستور، نوع لوسي كباستور ونوع بيور كاباستنس. عرفنا ان اللوسي كباستور ده هو عباره عن انه مقاومه الداي الكتريك بتاعته بتبقى صغيره، وبالتالي الليكج كورنت بتاعه بيبقى كبير جدا، وبالتالي الباور ديسيبيشن كمان بتبقى كبيره، وده زي الالكترولايتيك كباستور. عرفنا ان النوع الثاني انه وده افضلهم طبعا البيور كاباستنس، دي مقاومه الداي الكتريك بتاعته بتبقى كبيره جدا، وبالتالي الليكج كورنت بتاعي بيبقى صغير، واقدر اقول الباور ديسيبيشن بتاعتي بتبقى صغيره. طب عرفنا ان احنا اي ايكوفالنت سيركت لاي كاباستور بنعبر عنها بحاجتين، حاجه بتعبر لي عن الاكتوال كاباستنس فاليو، والحاجه الثانيه بتعبر لي عن مقاومه الداي الكتريك. وعرفنا ان في شكلين للايكوفالنت سيركت، السيريز ايكوفالنت سيركت والبارلل ايكوفالنت سيركت. السيريز ايكوفالنت سيركت دي بستخدمها في تمثيل اي كاباستور المقاومه بتاعه الداي الكتريك بتاعته كبيره جدا، لكن البارل ايكوفالنت سيركت ده لما يكون مقاومه الداي الكتريك بتاعتي صغيره من الافضل ان انا امثله بارل ايكوفالنت سيركت. طيب بعد كده عرفنا انه بسهوله اقدر احول من السيريز كومبوننت للبارل كومبوننت عن طريق ان انا سويت التو امبيدنس بات، تمام، بشويه رياضه قدرت اضرب في الكونجكت كباست ومقام، قدرت اجيب الريل تيرمز في طرف والبارل تيرمز في طرف. من الريل تيرمز قدرت اجيب الار بي، من البارل تيرم من الايماجينري تيرمز قدرت اجيب الاكس بي، ومنها قدرت اجيب السي بي. بعد كده عرفنا انه في عندي فاكتور بقدر اقيس بيه الكواليتي بتاعه الكباستور، سميناه دي فاكتور، وده بيبقى معتمد على انه الباور ديسيبيشن، كل ما كانت الباور ديسيبيشن اصغر كل ما كان الكواليتي بتاعه الكباستور احسن. عرفنا ان احنا زي ما عندنا نوعين من الكباستور اللي هو البيور كاباستنس، وده للمقاومه الداي الكتريك بتاعته كبيره، وبالتالي الليكج كارنت بتاعه صغير والباور ديسيبيشن تكاد تكون زيرو، ده افضل حاجه. اللوسي كاباستور ده مقاومه الداي الكتريك صغيره، الليكج كارنت كبير، وبالتالي ده بيفقد بيبقى فيه باور ديسيبيشن. الدي فاكتور بنعرفه بيه البارل كومبوننت هو عباره عن اكس بي على ار بي، ولقيناه هو ليه رينج من 1/10 الكترولايتيك كاباستور ل او اقل من 10^-4 للبلاستيك فيلم كاباستور، وده بيبقى قيمته معتمده على الفريكوانسي اللي انا بشتغل عليه. تمام. دي للبارل كومبوننت. ليه السيريز كومبوننت عباره عن ار اس على اكس اس؟ عرفنا من خلال الاكزامبل انه لو حتى في انون سيركت وانا مش عارف هي الكباستور بتاعي هو سيريز ولا بارلل، بس في النهايه في حاجه بتبين لي السيركت اللي هتبقى مناسبه، انه مديني بيقول لي انون سيركت، والانون سيركت دي بتتصرف كانها كباستور قيمته 5/1000 مايكرو فراد ان سيريز ويز 8 كيلو اوم ريزيستور. هو بيتخيل كده، هو كان عايز يوصل ايه الاكتوال كومبوننت بتاعته، وايه التوصيله المناسبه ليه او التوصيله الصح بتاعه السيركت دي. لقينا ان احنا لو اتعاملنا بيه السيريز كومبوننت كانت الار اس بتاعتي 8 كيلو اوم، والاكس اس بتاعتي 1.3 و8/10 كيلو اوم، لكن لما ابتدي اجيب منهم البارل كومبوننت بقى، لان انا عايزه اعرف هو مين المناسب او الشكل اللي هيبقى
مناسب للتوصيل، لقيت ان الار بي ام 34 كيلو اوم، ودي كانت نفس القيمه بتاعت التيرمينال ريزيستنس اللي هو قاسها. وعلى اساس كده قلت انه الاكشوال سيركت بتاعتي عباره عن كاباستور قيمته 5000 مايكرو فراد، و امبارلل ويز 134 كيلو اوم ريزيستور، لانه طبعا لو انا بتعامل مع السيريس كونكتد سيركت كانت المفروض انه الريزيستنس بتاعتي تكون اكبر من 134 كيلو اوم. يا رب يا شباب تكون المحاضره مفهومه. ان شاء الله عندنا لقاء يوم الثلاث الساعه 2، ده للاستفسارات، يعني لو حد عنده استفسار يقدر يسالني، هبقى موجوده على المايكروسوفت تيم، وقبل الساعه 2 يمكن ب10 دقايق او حاجه هبعت لكم اللينك بتاع الميتنج. وبالتوفيق ان شاء الله، وربنا يحفظ الجميع. ولو في اي حاجه الجروب بتاع الواتساب لسه قائم، تقدروا تسالوني في اي وقت. بالتوفيق.